بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بطريقة سهلة جدا ناخد الألكايل شيفت. الأول، هو ليه الألكايل شيفت بيحصل؟ الألكايل شيفت بيحصل في الـ SN1 رياكشن علشان نزود الاستابيليتي بتاعة الكربون كاتيون اللي هيتكون. احنا قلنا الكربون كاتيون كل ما كان بالكي، يعني كل ما كان سكندري أفضل من إنه تيرشري، أفضل من إنه يكون سكندري، أفضل من إنه يكون برايمري، أفضل من إنه يكون ميثايل، علشان يديني كربون كاتيون مور ستيبل، وبالتالي التفاعل بيتم اسرع، لان يعني كل ما كان الكربون كاتيون ستيبل كل ما كان التفاعل يتم اسرع. طيب تعالوا نفهم الموضوع. ادي مثال، مثلا ادي عندي كربون تيرشري كربون، لا ده كواترنري كربون علشان متصل بها 4 كربونات من كل نواحي، وعندي كربون دي متصل بها كلور هالايد ومتصل بها هيدروجين وكربونه، يعني الكربون دي سكندري كربون. اول حاجه خروج الليفنج جروب اللي هي الكلور، لما بتخرج بتاخد الكتروناتها وهي ماشيه، فهتخرج وهي عليها 6 8 الكترونات، الستة بتوعها والسبعه اللي كانت متصله بيها مع الكربون، وبتاعه الكربون لان هي اعلى في الالكترونيجاتيفيتي، فهي خارجه بتاخد معاها الالكترونات بتاعه الرابطه. خلص خلصنا خروج الكلور، اصبحت الكربون دي كربون كاتيون. الكربون كاتيون ده نوع ايه؟ نوعه سكندري كربون كاتيون، يعني كربونه متصل بيها كربونتين من ناحيتين وهيدروجين وعليها بوزيتيف تشارج، اذا هي سكندري كربون كاتيون. مور ستيبل ولا لو عملنا تيرشري كربون كاتيون؟ طبعا لو عملنا نقدر لو قدرنا نعمل تيرشري كربون كاتيون افضل من سكندري كربون كاتيون، فيحصل في الوقت ده الميثايل شيفت او الالكايل شيفت. يعني ايه؟ يعني السي اتش 3 اللي موجوده على الكربون اللي جنبها اللي هي كواترنري كربون هتنتقل من عليها وتروح للكربون كاتيون ده. حلو، راحت هناك زي ما انت شايف، اصبحت الكربون اللي هي كانت كواترنري هي اللي عليها بوزيتيف تشارج، يعني هي اللي كربون كاتيون، يعني اصبح الكربون كاتيون من بعد ما كان سكندري على الكربون دي بقى تيرشري على الكربون دي. تيرشري كاربو كاتاين مور ستيبل ليد تو سبيدنج مور سبيد ان ذا رياكشن. يبدا الاتاك يحصل، طبعا التفاعل ده اس ان 1 لانه بيتم في خطوتين. الاتاك يحصل من مثلا وليكن عندك الكحول او عندك ميه، طبعا لان الالكتروفيل ضعيف ميه او الكحول فبيتم تفاعل استبدال او سبستيوشن اصلا. اذا عندك الميه هتبدا تدخل على الكربون كاتاين، الاكسجين بقى متصل بيه 3 ذرات من 3 نواحي عليه بوزيتيف تشارج لسه ستيبل، تيجي ايون ميه تاني او ذر او جروب من الميه تاني او جروب من النيوكلوفيل تاني ياخد الهيدروجين، هنا خدها وخلاص خلص الموضوع وتمت اضافه الاو اتش جروب او النيوكلوفيل ايا كان النيوكلوفيل اللي عندك على الكربون اللي هي مور سبستيتيوتد كربون، او اللي احنا بنقدر نقول عليها اللي قدرت تعمل مور اللي قدرت تعمل مور ايه يعني مور ستيبل كربون كاتاين. وكده تكونوا فهمتوا الالكايل شيفت. هعمل فيديو تاني للهيدرايد شيفت.